ايه تعرف بستك احمد بلاش قول لي بقى النهارده انت ليه اشتغلت في الصناعه وشايف تشكيله اللجنه ايه والتوجهات انت ناوي تهتم بيها الفتره الجايه في الملفات المهمه في التدريب. كان طبيعي جدا اشترك في لجنه الصناعه في كوني ناخد مدينه المحله. همنا الاهم والاساسي هو فكره الصناعه وفكره العمال. ايضا قناعاتي الشخصيه انه في دوله تقدر تقوم بقوه اقتصاد يقدر يقوم بشكل حقيقي الا اذا كان اقتصاد صناعي منتج وليس اقتصاد ريعي. احنا مؤمنين انه اذا يعني صلح حال الصناعه صلح حال مدينه المحله الكبرى، واذا صلح حال مدينه المحله الكبرى صلح حال الصناعه الاثنين مع بعض، لان المحله بتمثل 40% من صناعه الغزل والنسيج، وبالتالي اذا اردت ان تصلح صناعه الغزل والنسيج يجب ان تنهض بمدينه المحله الكبرى، واذا اردت ان تنهض بالمحلة مش هينفع برضه تنهض بيها الا لما تقوم بصناعة الغزل والنسيج. يبقى انا مدينتي مرتبطة بالصناعة بشكل كبير جدا، وبالتالي كان من الطبيعي جدا والمنطقي انه اكون موجود في هذه اللجنة. ده طبعا الى جانب انشغالي بقضايا الصناعة والعمال بشكل عام في خلال عمل الصحفي في مصر اليوم وغير المصري اليوم. تشكيلة اللجنة الصناعة وكالين ولرئيس اللجنة، شايف تشكيل ازاي؟ يعني انا اعتقد هو التشكيل جاي من داخل القائمه الوطنيه، تقريبا كان في شبه اتفاق عليه بشكل مسبق. مش هي دي الاول القضيه المهمه، لانه ده في يعني في ظل قواعد اللعبه كان منطقي ان هو يكون موجود. انما الاهم من كده ان هو هذا التشكيل سواء الرئيس او الوكيلين انه يكون في فرصه لكل الاراء انها تعرض بشكل ديمقراطي وبشكل حيادي، وتمثل اللجنه تمثيل متوازن يعني يعبر عن كافه اعضائها بكافه ارائهم. هو ده الـ يعني اللي احنا نتمناه في المرحله المقبله. ايضا ان تتبنى اللجنه، وانا اعتقد هم في معظمهم او غالبيتهم العظمى هم من رجال الصناعه المصريه، وبالتالي انا اتمنى ان تتبنى اللجنه قضايا الصناعه الوطنيه بشكل كامل وليس فقط قضايا القطاع الخاص. على سبيل المثال يعني نحن الان عندنا ازمه كبيره جدا في عدد من القضايا، عندنا حديد والصلب، عندنا مجمع الالومنيوم، عندنا اسمنت طلخه، عندنا العديد من المصانع يعني اللي تم التصفيه او في طريقها الى التصفيه. يعني هذا التوجه يجب ان يناقش داخل لجنه الصناعه. احنا عندنا غزل المحل على سبيل المثال، يعني هناك خطه مطروحه لتطوير صناعه الغزل والنسيج، ولكن هذه الخطه مثلا مطروحه لتطوير قطاع الاعمال العام، وانا هنا بعكس خد بالك بقى علشان يبان كمان ان احنا متوازنين. لكن هناك ايضا القطاع الخاص في صناعه الغزل والنسيج يجب ان تشمله الخطه، هناك صناعه القطن. يعني عشان كده احنا عندنا رؤيه لانشاء الهيئه العليا لصناعه الغزل والنسيج في مصر، كي تكون هيئه مسؤوله عن وضع استراتيجيه صناعه الغزل والنسيج المصري.